انا اسم دولاس عبد الوهاب، الاب ديال زينب التي تعرضت للاعتداء بمستشفى الحسن الثاني بمدينه فاس. هذا الاعتداء اللي جاء على اثر حضور واحد المريض رفقه ابنته من اجل اجراء فحص بالسكانير، وحضرت الى المصلحه، والبنت ديالي هي موجوده بطبيعه الحال لخدمه المواطنين، لتقديم خدمات في المستوى ديال الجوده للمواطنين. وملي حضرت هذه السيده باش دير سكانير باها، قلت لها البنت اودي خصك ديري واحد الاجراء بعدا، انا ماشي في الاختصاص ولكن يمكن كدير شي شوكه من قبل عاد باش دير السكانير. ولكن هذيك السيده قالت لها دابا نتوما كتبقاو ديونا وتجيبونا، فهمتها البنيه ديالي على ان هذا الاجراء اللي خصها ديرها ضروري باش ما ياثرش على ذاك السكانير، وملي تدير هذا الاجراء تجي مرحبا، حنا ما موجودين هنا الا لخدمه المواطنين وتقديم خدمات في المستوى. وسلمت لها الوريقات وقالت لها سيري دير هذا الاجراء واجي مرحبا بك، حنا موجودين هنا. فاذا بها كتنقد عليها بواحد الطريقه بشعه، خبشات لها الوجه ديالها وطارت لها على الشعر وبقات كتكرس فيها. بصراحة هذا سلوك لا يلقى إلى مستوى الإنسان، ولكن أنا كنعتبره سلوك حيواني، علما بأن هذه المصلحة أنا من خلال ما كنلاحظ المرار ملي كنجي عند البنية كنلقى أن دوك الناس كيتفانوا في خدمة المواطن وكيحاولوا يسهلوا الإجراءات ويقدموا خدمات لذاك المواطن باش يرتاح، باعتبار أنه كيعتبر أن هذيك المعاملة الإنسانية هي نصف العلاج. لكن للاسف ان المواطنين ما كيقدروش هذا المجهود ديال هاد الناس، والمواطن كيبغي، انا ما فهمتش المواطن ملي كيجي واش كيقلب على العلاج ولا كيقلب باش يدير الفوضى في المؤسسات الصحيه. لهذا حنا كنطلبوا من المواطنين، كنطلبوا من المواطنين على انهم حيت يوصلوا او يدخلوا لواحد المؤسسه استشفائيه انهم حتى هما يتفهموا الظروف ديال هذوك الناس، راه كاين ضغوطات، وحيت يتفهموا الظروف راه حتى هذوك الناس كيقدموا خدمات في المستوى. ولكن حيت كتوصل السلوكه ديال الانسان كتخرج على مستوى العقل والرزانه وكتوصل لهذا المستوى كما شرحت في البدايه اللي هو لا يلقى الى مستوى الانسان، ان هذه السلوكات راه كتعرقل السير ديال المصلحه بشكل عادي، وكتعرقل المصالح ديال الناس اللي مازالين كينتظروا، لان هذا العمل الدنيء راه عطل الخدمه لواحد المجموعه ديال الناس اللي كانوا كينتظروا. ومره اخرى كنطلب من المواطنين على انهم ملي يحضروا المستشفى انهم يحاولوا يتفهموا الاوضاع ديال دوك الناس الخدامين، وغادي يقضوا ان شاء الله الاغراض ديالهم بشكل اللي هما كيتسخاوه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.